صحيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب ما كشف عنه الناطق باسم لجنة متابعة ورصد كورونا جمال فرار، فإن عدد الإصابات الإجمالي قد ارتفع إلى 13273 إصابة جديد أو إصابة. أما فيما يخص الوفيات فقد ارتفع العدد الإجمالي إلى 897 حالة وفاة. في المقابل تمثلت 169 حالة للشفاء من فيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 9371. حد 28 جوان 2020 نوافيكم بالحصيلة الكامنة فيما يخص مؤشر الترصد لوباء كوفيد 19 للجزائر حسب الحالات المصرح عنها، وأيضا نتائج التحاليل تاع المخابر الجهوية المعتمدة في هذا الشأن. المؤشرات العامة في 24 ساعة الأخيرة هي كما يلي: 305 حالات جديدة، 169 حالة تمثلت للشفاء، 44 مريض في العناية المركزة، وخمس وفيات. مع تسجيل 305 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، يصبح العدد الإجمالي للحالات منذ بداية الوباء إلى حد اليوم 13273، أي بمعدل 30 مريض لكل 100,000 نسمة. ونشوفوا عندنا 33 ولاية عندها النسبة أقل من النسبة الوطنية، و15 ولاية عندها نسبة أكثر من العدد الوطني. وعندنا أيضا 21 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 13 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و14 ولاية سجلت 6 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 5 وفيات جديدة رحمهم الله، بهذا يصبح العدد الإجمالي 897 وفاة، و74% من الوفيات عندهم العمر تاعهم 60 سنة فما فوق، وبين 5 حالات تاع الوفاة عندنا 4 عندهم مرض مزمن. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة، عددهم وصل لحد اليوم 9371، منهم 169 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. أما فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 44 مريض في العناية المركزة.